ينضم معنا من بيروت هشام يعقوب رئيس قسم المعلومات والأبحاث في مؤسسة القدس الدولية. أهلا بكم أستاذ هشام إلى هذه الجولة الإخبارية. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تحذر الاحتلال من إغلاق مكاتبها في القدس المحتلة، ماذا تعني لكم هذه الخطوة كفلسطينيين؟ لا شك في أن الاحتلال الإسرائيلي يتساوق مع الخطوات الأمريكية التي تستهدف القضية الفلسطينية. هذا الأمر بالنسبة إلينا يعني أن الحرب أصبحت على أشدها ضد مدينة القدس، ضد الفلسطينيين بشكل عام والفلسطينيين في القدس على وجه التحديد. إخراج الأونروا من مدينة القدس يعني بشكل خاص رفع صفة اللاجئ عن آلاف الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس، وبالتالي خسارة هؤلاء لحقوقهم السياسية والمدنية. إذا الاحتلال الإسرائيلي اليوم يستهدف اللاجئين في مدينة القدس، وكان رئيس بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس حينما تحدث عن هذا المشروع، مشروع إخراج الأونروا من القدس ومؤسساتها، قال إنه نحن نريد أن نسقط صفة اللاجئين عن اللاجئين الفلسطينيين في القدس. نعم. إذا هذا القرار هو سياسي بامتياز، يستهدف الوجود الفلسطيني ويستكمل خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية. هذا الانتهاك أستاذ هشام الأمريكي الصهيوني الأمريكي لمواثيق الأمم المتحدة وحرمان الفلسطينيين من المساعدات والتعليم في أي إطار يمكن أن يصنع سلاما كما يقول ترامب؟ لا يمكن أن يكون هناك سلام. أولا لن يكون هناك طرف فلسطيني قادر على صنع ما يسمى السلام مع الاحتلال الإسرائيلي. حينما تصفى القضية الفلسطينية، حينما يصاحب الشعب الفلسطيني، حينما ينفى ويطرد الشعب الفلسطيني، حينما يحاصر الشعب الفلسطيني، يعني السلام مع من؟ لا يوجد هناك طرف فلسطيني يستطيع أن يبرم سلاما مع هذا المحتل الذي يريد أن يقتل هذه الضحية مزيدا من القتل، مزيد من التنكيل بالشعب الفلسطيني. اليوم يتحدثون عن أوهام السلام، عن أوهام الخطة الأمريكية التي ستطرح بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، لكن أنا أقول من الآن لن تنجح هذه الخطة، لأن هذه الخطة تحمل في صياتها مزيدا من الطعن والتصفية للقضية الفلسطينية. في هذه الأوقات كيف برأيك للدور الأوروبي أن يكون فاعل في هذا الاتجاه؟ رأينا يعني إدانة مرارا من قبل الاتحاد الأوروبي لما تقوم به قوات الاحتلال من الانتهاكات، وهل يكفي برأيك تكفي الإدانة لإيقاف الاحتلال على الانتهاكات؟ طبعا لا تكفي الإدانة. الموقف الأوروبي متميز عن الموقف الأمريكي بشكل عام، هو في العادة يدين الاستيطان الإسرائيلي والتغول الإسرائيلي على الإنسان والأرض والشعب في فلسطين، لكن هذه المواقف الأوروبية لا تكفي. موقف المجاملة وموقف مداهنة الاحتلال الإسرائيلي لا تكفي. الاتحاد الأوروبي بيده الكثير من أوراق القوة التي إن قرر تفعيلها سيضغط على الاحتلال الإسرائيلي وسيجبر الاحتلال الإسرائيلي على التراجع عن الكثير من قراراته التي تضر أول ما تضر بالمصالح الأوروبية. على سبيل المثال هدم الخان الأحمر مثلا شرق القدس المحتلة، هناك مصالح أوروبية موجودة هناك، المدرسة الموجودة هناك هي بتمويل أوروبي، المؤسسات العاملة هناك هي بدعم أوروبي، والاحتلال الإسرائيلي يهدم هذه المؤسسات التي يبنيها الاتحاد الأوروبي. إذن هناك ضرر بالغ بالمصالح الأوروبية في الأراضي المحتلة الفلسطينية، لكن مع الأسف الموقف الأوروبي إلى الآن ما زال موقفا لا يحدث تغييرا في السياسة الإسرائيلية. محافظ مدينة القدس دعا المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الإسكوبي أن يكون لها دور بارز بمساعدة الأونروا، ما البديل فعليا إذا ما التوجه بشكل كامل لإغلاق مكاتب الأونروا؟ أولا نحن لسنا مع أن تلقى يعني خلينا نقول أعباء الأونروا على عاتق الدول العربية والإسلامية. المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته تجاه وكالة الأونروا، والموضوع هو في حد ذاته هو موضوع سياسي ليس موضوعا ماليا. يعني من يستطيع أن يسد العجز الذي أحدثه الفراغ الأمريكي، فراغ الدعم الأمريكي بعد وقف المساعدات الأمريكية للأونروا؟ ليست المسألة مالية هنا، إنما المسألة سياسية. قد تستطيع بعض الدول العربية والإسلامية أو بعض الدول الأوروبية أن تسد هذا العجز هذا العام، لكن ماذا عن الأعوام القادمة؟ ماذا عن البعد السياسي في هذه الإشكالية؟ ماذا عن إسقاط صفة اللاجئ عن ما يقارب 6 مليون إنسان فلسطيني لاجئ من فلسطين منذ حوالي 70 عاما؟ إذا مقاربة هذا الموضوع يجب أن تكون سياسية وليست مادية فقط. الأستاذ هشام يعقوب رئيس قسم المعلومات والأبحاث في مؤسسة القدس الدولية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.